اشتغلنا هذا الشغل لانه احنا المخيم اعتبرناه بيت واحد، الاولاد كنا اولادنا، اي مشكله بتصير على ولد بدها تاثر عليه، اذا دشرناه لحاله راح يقع مثل الباخره، اذا انخرق منها من تحت بتغرق الباخره كلها. بهم اللي انه يطلع اول شيء المخيم كله، نمنع المرض، لانه المرض اذا انا ما قلت انا مالي دخل وهذا ماله دخل، اخر شيء الباب بتوصل الي ولا جاري ولا اخوي، وكلنا اولاد بلد واحد، اولاد مثلا كل مخيم واحد، مجتمع واحد. شو سامة؟ السلام عليكم. مي مغليه او قنينه كوله صغيره نعير بكاسه، هذا ما بمنع من الجفاف، هذا ما بخوف، لو ظلت مسهله ما دامك محميها ومبعدها عن الوسخ ما فيش خوف، ودام تاخذ الملاح ما في خوف، يعني سال اسبوع 10 ايام بده يوقف. ومشان هالاطفاء هذا بجوز تكون مثلا مرض خفيف يوصل لموت. انتم ضحيه مثلين خلص اللعب، تكون الناس متفهمه، واي يعني شغلات بسيطه بتنقذ جميع حياه الاطفال. عبدو بسرقه فيلم شبابي. خسرتها خسرتها.